في شبرا مصر اتشهر بقاله يمكن 100 سنة من يوم محله ما ظهر وتاريخ كبير اتبنى. لو شفت أي كالون أو باب عتيق وقديم من قبل ما تدور مفتاحه عند سليم، مفاتيح خزن وبيبان اللي جديد منها واللي بقاله زمان، اللي على صلصال واللي اتنسخ بصابون، اللي لقفلة عمل واللي اتعمل لكالون. حتى القلوب أبواب، الحب مفتاح بكلمة تقفلها وبكلمة تفتح. صباح الخير يا أسامة. صباح النور. ازيك يا أسامة؟ الحمد لله. أسامة، انت اسمك بالكامل ايه؟ أسامة عطا عبد العظيم. أسامة عطا عبد العظيم، امال ايه حكاية الخواجة دي؟ انا افتكرت اسمك أسامة الخواجة. لا، ده شهرة عشان المحل بتاعنا اللي في المظلات اسمه الخواجة للمفاتيح. بس ده ليه علاقة بانك ابيضاني فسموك الخواجة ولا هو اسمه؟ لا والله، هي جت كده. وانت بقالك كام سنة في المحل بتاع محمد سيد احمد سليم ده؟ النهارده كده داخل في 12 13 سنة. 12 13 سنة. انت سنك صغير يا أسامة، انت عندك كام سنة؟ 39. يعني معقول بقالك طول عمرك بتشتغل في المفاتيح دي؟ قبل ما اشتغل بتاع مفاتيح قعدت اكتر من 11 سنة ميكانيكي. ميكانيكي سيارات يعني؟ عربيات. وايه اللي خلاك تقلب على المفاتيح؟ ما فهمتش حاجة في الميكانيكا. طب اشتغلت كام سنة في الميكانيكا؟ 11 سنة. 11 سنة وحسيت انك مش موهوب قوي؟ طالما ما عرفتش ابدع فيها فاضطريت ان انا اسيب المهنه دي ورحت اشتغلت مع جوز اختي. جوز اختك كان بيشتغل ايه؟ بتاع بيبان ومفاتيح. بيبان ومفاتيح. كان ماسك محل الصيانه بتاع سليم برضو، بس بتاع ظبط تصليح السيارات. هو سليم عنده فرع تصليح سيارات؟ ايوه. ايه موضوع ان المحل تاسس سنه 1936 ده؟ يعني هم هنا من زمان كده؟ الحاج محمد الله يرحمه من 1936 وهو فاتح المحل ده، هو وبعد كده طبعا اولاده، لان المحل ده يعتبر اول محل في شبرا كلها. مفاتيح، اول محل مفاتيح. طبعا ممكن نقول على القاهره كمان مش في شبرا بس. هو ده بس ده فرعه الرئيسي بتاع شبرا. ما فيش غيره، هو والمحل بتاع الاسطى كمال سليم اللي هو بتاع صيانه العربيات ابن الحاج الله يرحمه. كان عنده بقى صيانه عربيات. ايوه، لحد النهارده ولسه موجود. لحد النهارده موجود الاسطى كمال الله يديله الصحه واحمد ابنه. ده دول ولاد الحاج محمد. لا ايوه، دول ولاد الحاج محمد. وحاج محمد ما عندوش اولاد او احفاد شغالين في المفاتيح؟ موجود لوستا كمال. لوستا كمال بتاع السيارات. ايوه، وولاده، وفي الحاج مصطفى الله يرحمه ده ابنه بس لسه متوفي من 3 سنين. كانوا كلهم هنا معاكم في المحل؟ ايوه، وفي دلوقتي اللي موجوده اللي هي تعتبر صاحبه المحل الاستاذه منال. ومحدش من احفادهم بقى بيشتغل؟ لا، في من احفادهم احمد كمال ده متخصص في سيارات العربيات والمفاتيح برضه. مفاتيح العربيات. يعني الصنعه دي كبيره كده ان ناس كتير كده يقدروا يسترزقوا منها ويبقوا عندهم. احنا في المحل ده يعتبر 3/4 بتوع المفاتيح اللي في مصر كلهم متخرجين من المحل ده، واخرهم كان الحاج صابر سليم ده المحل بتاعه في المطريه. ما تخيلتش ان صنعه انت بيتهيألك كمواطن انها حاجه بسيطه كده تفتح بيوت الناس دي كلها. لا، احنا كانت الاول شغلانه مكن يدوي، وقبليها كان بالمبارد، يعني بنجيب المفتاح وبالمبرد نعمله. بعد كده بقى مكن. بعد كده بقى كمبيوتر ليزر. الكمبيوتر عارفينه، المفتاح بيجي بسرعه، بس وانا صغيره كنا نعمل بالصابون ونطبق المفتاح ويقعد عشان نشتغل احنا بالمبرد بقى لحد ما المفتاح يشتغل معانا. في صناعي قديم وكويس ممكن اقابله جوه يفهمني بقى المكن الجديد والقديم وحاجات طبعا كده. في اللوس طبيبه جوه، يعتبر هو يعتبر اللي بعديه على طول، ده رقم واحد في المحل. يلا نخش نقابل لوس طبيبه. طبعا. صح، بس سنك صغير برضو، كلكم قدام وسنكم صغير. ابتديت امتى يا بيه؟ انا حضرتك كنت واقف مع ابويا في شارع الازهر في العتبه. ها، وانا من سن 9 سنين. باباك كان بتاع مفاتيح برضو؟ ابا عن جدا. وجدك بتاع مفاتيح؟ وجدي كمان بتاع مفاتيح. ما كانش فيه مفاتيح ايام ابو جدك؟ لا 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 لا، كان في حضرتك، كان في الكولين اللي هي الخشب.
ومفاتيح خشب بتاع الفلاحين في الأرياف. طبعا، وباب الحاره وكده، وباب زويلم وباب الحاجات وباب النصر والحاجات دي، مفاتيحها كلها عندنا هناك في العتبه موجوده. معقولة؟ خشب. انت بتفضل بقى تشتغل على انه مكان يا بيبو؟ يعني دي المكنه دي الحديثه بتاعت الكمبيوتر صح؟ دي جات لكم من كام سنه مثلا؟ دي بقى لها بتاع مثلا يعني 3 سنين، بس احنا عندنا مكان من زمان، كمبيوتر من زمان. كمبيوتر. والمكنه دي يا بيبو شكلها اقدم من المكنه دي، بس دي برضو مش يدوي صح؟ لا دي كهربا. بس بتاعت ايه؟ دي بتاعت المفاتيح اللي هي اوض النوم، اللي هي البلدي عامه يعني. البلدي شكله ايه المفتاح؟ زي المفتاح اللي هو ده مثلا. ده زي بتاع المفاتيح الدواليب بتاعت زمان. بس دي مفاتيح انتيك. بس المفتاح ده يا بيبو، يعني انا مثلا مفاتيح البلاكرات بتاعتي كل مفتاح بتفتح على بعض. حضرتك مش كله. يعني في الموبيليا اللي هي القديمه قوي، الانتيكات والحاجات دي. استحاله تجيبي اي مفتاح تاني يخش يفتح، دي استحاله. لا مش قديم قوي يعني. انما الحاجات اللي هي بتاعت اللي بقى لها 20 سنه 30 أيوة سنه. أيوة. كله بيفتح على بعض. كله بيفتح على بعض. النبي تختلف بقى على حسب الصنع. انما الناس بتوع زمان ما كانوا يصنعوا قالون زي ده، كان في حاجه اسمها ريش من جوه وبلدي ومش عارف ايه والحاجات دي، ما يفتحش. مش زي دلوقتي. دلوقتي الصين بدات بقى ايه تقلب. بس انا عارفه المفاتيح دي كان عندنا منهم كتير قوي. بس المكنه دي بتاعت ده يعني. بس بتاعت انت البلد. كنت ماسك مفتاح فضي تاني كده شكله احدث، اللي هو زي كده. ده كالون. انت قاعد تقول شيزا. شيزا. ما هو الشيزا ده غير الاهرام العادي بتاعنا. طبعا. ده الشيزا ده يعني المحترم اكتر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بص حضرتك عكس. ايوه عكس، له عادله في الفتحه وفي القفله. ده حلو جدا. طبعا ده امان، بيركب على الخزنه برضو وبيركبوه على باب الشقه. ده بيركب على الخزنه. جامد. ده اللي بتعمله في ده حضرتك اما مفاتيحه مثلا بتضيع ويجي الزبون مثلا يخش على اي محل يقول له انا عاوز اعمل مفتاح على ده اللي هو الشيزه اللي زي ده. مش اي حد يشتغل فيه. انت بتعرف تعمل مفتاح زي ده؟ مش اي حد يشتغل فيه، استحاله. على المكنه دي؟ لا بعمله على ايديا جوه على المنجله. انما لو جايبه مفتاح زي ده بربطه هنا كده وببدا اشتغل. طب ينفع توريني مفتاح؟ حضرتك فيك يعني في قصر عابدين كواليم بتاعت الدولاب والحاجات دي، الموبيليا اللي هي القديمه. ايوه. حاولوا يغيروا الكواليم ويعدلوا، ما عرفوش. بطل ثانيه يا بيبو، بطل ثانيه عشان اعرف اكلمك. انت دلوقتي بتبقى عارف ازاي شكل المفتاح ده فين المر؟ شكل حضرتك ده اسمه دليل. ايوه فهمني. الدليل ده بقى بيخش في السنون دي كده. وده الحجر ده اللي بيلف، ما بينقل من هنا هنا بيخرج بينزل زيه. ده الجديد. ده الجديد يا بيبو. وده المارك. طب انت بتشتغل عليه ليه؟ عشان يقراه، عشان اعمل زيه. فهمتك. اكني بصور. اذا الشيء ده حساس يقراه ده يعمل زيه بالظبط كده. بس كده وصلت. وصلت. بس خلاص كده. حلو اخو جدا كده اتعمل. انت جميل يا بيبو. أنا تحت أمرك. يلا أنا هكمل كلامي بقى مع أسامة. ماشي. عن إذنك يا بيبو. اتفضلي.